شوطنا الخامس وجولتنا الثانية في أشواط التميز، أشواط التحدي والمنافسة في انطلاقات هذا اليوم المخصص لسن اللقاية. ينطلق خامس الأشواط الخاص بالأبكار المحليات الأصايل في سن اللقاية، لتنطلق هذه النخبة من الأبكار المتميزة في تنافس وتحدي كبير دائما يحصل ويحصد من خلاله التحديات الكبيرة والمشاركات القوية. نسير من البداية إلى المركز الأول وإلى تصدر هذا الشوط، حيث المركز الأول وحيث الصدارة مشاهدينا الأعزاء. هناك أحمد بن سيف الزفين يقدم لنا من خلال الانطلاقة والتواصل والتنافس الجميل، هذه اللي على يعني صدارة الشوط مغثة. أحمد بن سيف الزفين يتواجد على المركز الأول حاملا تحديات الانطلاقة. المركز الثاني، ننتقل إلى المركز الثاني وإلى الوثبة، تعود بالكيادة العبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، يتواجد مشاهدين الكرام في المركز الثاني، بينما المركز الثالث، المركز الثالث شعار سالم بن راشد بن حمد بن غدير بو لطيفة يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة ليقدم لنا غيوم، بينما المركز الرابع، المركز الرابع يتواجد شعار بن زاهرة يحتل المركز الرابع، ولكن هذه مشاهدين الأعزاء ضبة لمحمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي في المركز الرابع. والمركز الخامس انتقل شعار الشدي للمركز الخامس، وهنا حمد بن نافع الشدي المنصوري قدم الطيارة في المركز الخامس، بينما المركز السادس تاتي مضمونة سالم بن حمد بن دري الفلاحي مع الأسماء الأكيد الغالية والعزيزة على سالم بن دري الفلاحي، بينما إلا المركز السادس، المركز السادس وصلنا يا أبو سلطان، أو المركز السابع، هذا المركز السابع اللي وصلت من خلاله وصفة لعبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي يحتل المركز السابع بن ميرين. المركز الثامن، المركز الثامن، المركز الثامن غزوة علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، والمركز الجانب الآخر هناك التاسع مشاهدينا الأعزاء الشاهينية محمد بن مسور بن مصلح اليامي، والمركز العاشر هذه مشاهدين الأعزاء شعار بالعود يتواجد مع تعيبة احتلت المركز العاشر تعود ملكية المبارك بن حمد بن العود العامري. هذه النتيجة إذن للمراكز الأولى المتقدمة حتى هذه اللحظات، 10 أسماء، 10 منطلقين في ملتقى هذا الشوط، وكلهم أكيد بلا ذاك متأهلين، لكن التميز هنا من خلال انطلاقاته في هذا الموسم على أرضية ميدان المرموم، هذا الميدان الذكي لا زال يحتضن بداية هذا المشوار وبداية هذا التميز في انطلاقاته الأولى، وعودة إلى مغثة، عودة إلى مغثة، لا زالت مسيطرة، لا زالت تبحث عن الانطلاقة الشديدة والانطلاقة الفريدة على رأس المجموعة. أحمد بن سيف الزفين لا زال يتقدم مشاركا بقوة في ناموس هذا الشوط. ها هي مشاهدي الأعزاء مغثة، بينما غيوم تحتل المركز الثاني، غيوم في المركز الثاني، سالم بن راشد بن حمد بن غدير يحتل المركز الثاني ليقدم لنا غيوم في هذا الملتقى وهذا اللقاء الجميل. المركز الثالث وصلنا عندك يا بن حلوس في المركز الثالث، وهذه مشاهدينا الاعزاء اللي انتقلت الوثبة عبيد بن حلوس العامري يتواجد في المركز الثالث، بينما مضمونة وصلت خذت المركز الرابع. مضمونة هذه سالم بن حمد بن دري الفلاحي، يا سلام ايام مضمونة وايام اللقاءات الجميلة يا بن دري. اما المركز الثالث الخامس، المركز الخامس هناك تسلل، تسلل من تواجد مشاهدين الأعزاء هذه الطيارة حمد بن نافع الشدي في المركز الخامس، والمركز السادس ضبه محمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي يتواجد في المركز السادس. أما المركز السابع عبد الله بن سلطان بن ميرين في سابع المراكز. المركز الثامن، المركز الثامن تسللت المركز السابع هذه مشاهدين الأعزاء مزون سالم بن سهيل بالويع العامري. والمركز التاسع، المركز التاسع، المركز التاسع هناك تسلل من شعار بن خالص هذه العابرة، سعيد بن محمد بن خالص العامري وعبري العابرة، بينما المركز العاشر شعار بن غدير واصل هذه الياف المشاهدين الأعزاء لسعيد بن راشد بن غدير. هكذا كانت النتيجة للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذه اللحظة، ولكن عودة إلى غيوم، عودة إلى صدارة هذا الشوط. هناك 1200
على خط النهاية. استعدوا مبكرا لمجريات هذا الشوط، ولا زالت غيوم، لا زالت غيوم مرافقة المركز الأول ومرافقة الغيوم نحو الصدارة والعلو. سالم بن راشد بن حمد بن غدير من سجل نقطتين في صباح هذا اليوم، لكن هنا يحاول مع وجود غيوم على المركز الأول أكيد من خلال التواجد ولطيفة في الفورمة في الفورمة. وشكرا يا سعيد الشراخ. بينما المركز الثاني، المركز الثاني أشوف ضبة، ضبة واصلة، ضبة واصلة مشاهدينا الكرام لمحمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث عبد الله بن سلطان بن ميرين في المركز الثالث، بينما اليامي هناك في المركز الرابع مشاهدينا إلا عزاء محمد بن مسفر اليامي. والمركز الخامس شعار مسري بالعرطي، ولكن هذا شعارك وين يا يحيى بصغير بن قنون؟ وصلت الياسات، الياسات، الياسات وصلت مشاهدينا الأعزاء، ولكن عودة إلى غيوم، عودة إلى الانفراد الكبير، الانفراد المثير على مجريات الشوط. سالم بن راشد بن حمد بن غدير لا زال منفردا، لا زال متقدما في انطلاقة هذا الشوط. وها هي غيوم بدون أي تعليمات، بدون أي توجيهات، العصا في البطان ما شاء الله تبارك الله مشاهدينا الأعزاء. بعد مخيفة وديباج تأتي غيوم لتنتزع المركز الأول وتضيف الإنجاز الثالث لهالي مرغم. جود مورنينج، جود مورنينج هالي مرغم على الفوز والانتصار. سالم بن راشد بن حمد بن غدير، وشكرا يا سعيد الشراخ على هذا الإنجاز الجميل. تهانينا والناموس لحظات الوصول إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. المركز الثاني يحيى بن صغير بن قنون قدم الياسات، المركز الثالث عبد الله بن سلطان بن ميرين، المركز الرابع محمد بن مكتوم بن حفيظ المزروعي، والمركز الخامس هاي الشاهينية محمد بن مسفر اليامي. مشاهدين الكرام من حصد المركز الخامس تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، حيث تقديم الانجازات المتتاليه والثلاث النقاط اللي تواصلت من خلالها مشاهدينا الكرام هجن هالي مرغم وسالم بن راشد بن حمد بن غدير، حيث حقق المركز الاول والانتصار في هذا الشوط بعد ان قدمت مخيفه وديباج انطلاقات قويه. تاتي غيوم لتضيف هذا الانجاز الجديد مره اخرى بسبع دقائق 40 ثانيه ثلاثه اجزاء من الثانيه. سالم بن راشد بن حمد بن غدير ثانينا والناموس على هذا الفوز، وشكرا يا سعيد الشراخ. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء كانت الياسات ليحيى بن الصغير بن قنون من احتلت المركز الثاني في لحظات هذا الشوط المميزه، لحظات المثيره. سبع دقائق 44 ثانيه واربعه اجزاء من الثانيه توقيتها الزمني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث من خلال الانطلاق والتواصل مشاهدينا الكرام كان تواجدا ياتي عبد الله بن سلطان بن ميرين. سبع دقائق 45 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على فوز وصفه بالمركز الثالث. تهانينا للجميع على هذا الانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الاصاله يتجدد اللقاء بحضراتكم والترحيب في تواصل اشواطنا المستمره. شكرا لزملائنا.